أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فيضاعفه له وله أجر كريم. محمد راتب النابلسي الشيخ العلامة الذي ملأ الدنيا هو غني عن التعريف وبذل نفسه وعمره في سبيل تعليم العلم وفي سبيل الدعوة إلى الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه ونترككم مع المحاضرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أشكر هذه الدعوة الكريمة في هذا المسجد التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن، وأرجو الله أن أكون عند حسن الظن. لكن إن وجدتم في هذه المحاضرة المتواضعة ما كنتم تتوقعون فالفضل لله وحده، وإلا فحسبكم الله ونعم الوكيل. بادئ ذي بدء،
تعلمنا في المدارس أن الكون جماد ونبات وحيوان وإنسان. الجماد شيء مادي له وزن وله حجم ويشغل حيزاً في الفراغ وله طول وعرض وارتفاع. النبات كالجماد تماماً، شيء مادي له وزن وله حجم وله أبعاد ثلاثة طول عرض ارتفاع، إلا أنه يتميز على الجماد أنه ينمو. النبات ينمو. طيب الحيوان كالجماد شيء مادي له وزن وحجم وأبعاد ثلاثة يشغل حيز في الفراغ وينمو كالنبات، إلا أن الحيوان يتحرك، الهرة تمشي. صفي الإنسان شيء مادي جسم له وزن وله حجم وله أبعاد ثلاثة ويشغل حيز في الفراغ وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات، إلا أنه يفكر. أودع الله في الإنسان قوة إدراكية بها وحدها يتميز على بقية المخلوقات. هذه القوة الإدراكية هي هوية الإنسان. لذلك ما لم يطلب العلم، ما لم يبحث عن الحقيقة، ما لم يصل إليها، هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. دقق، نحن مع القرآن، الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فالإنسان إذا ترك طلب العلم، عزف عن طلب العلم، هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. يعني ما هذا الذي لا يليق به؟ وكمان قرآن قال تعالى أموات غير أحياء. الضغط مثالي 18 والنبض مثالي 80 ضربة دقيقة، وعند الله ميت. أموات غير أحياء أو خشب مسندة أو إن هم إلا كالأنعام دابة بل هم أشد ضلالا من الأنعام. آخر شيء كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا كلام خالق الأكوان. يعني في شيء يتكلم إنسان قد نقبله وقد لا نقبله، هذا كلام خالق الأكوان. فخيارك مع طلب العلم خيار مصيري استراتيجي، خيار يسمى فرض. لماذا يعد استنشاق الهواء فرض على بقاء حياة الإنسان؟ بدون هواء بيموت. وشرب الماء فرض آخر على بقائه حياً، وتناول الطعام والشراب فرض ثالث. كلمة فرض متعلقة بالوجود. فلذلك ما لم تطلب العلم، ما لم تبحث عن الحقيقة، ما لم تسأل نفسك مثلاً هل تعلم أنك المخلوق الأول؟ هل تعلم أنك المخلوق المكرم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هل تعلم أنك المخلوق المكلف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ يعبدون وإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا العبادة، أي أن تفهمها أداءً للعبادات الشعائرية.
صلاة وصوم وحج وزكاة والشهادة، هذه عبادات شعائرية، لكن هذه العبادات الشعائرية صدقوا ولا أبالغ، والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الحقيقة المرة ما هي؟ أولاً الصلاة، يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباءً منثوراً. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. الصلاة انتهت. الصوم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي صيام صحيح. طيب الحج، من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الشهادة، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارمها. أدلة قرآنية تؤكد أن العبادات الشعائرية لا تصح ولا تخطف ثمارها ولا تعطي نتائجها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. ما الدليل؟ سيدنا جعفر التقى النجاشي، قال له النجاشي حدثني عن هذا الدين، قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. يعني إن حدث فهو صادق، إن عمل فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا الآن بدأت العبادة التعاونية، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هي العبادة التعاملية. أما العبادة الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادة التعاملية. فركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد. هذا العصر الأول هو عصر المبادئ. المبادئ، ملك الغساسنة جبل ابن الأيها أتى المدينة مسلما، رحب به عمر أشد الترحيب، ذهب ليؤدي عمرة، في أثناء الطواف حول الكعبة بدوي داس طرف رداء فانخلع الرداء عن كتفه، فهذا الملك الغساني ضرب هذا الأعرابي ضربة هشمت أنفه. هذا الأعرابي شكاه إلى سيدنا عمر، استدعاه عمر وجرى بينهما حوار. شاعر حديث صاغه شعر. سيدنا عمر سأل هذا الملك الغساني أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال لست ممن ينكر شيئا، يعني شيئا يا مسهلة
لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال له عمر: أرضي الفتى، لا بد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن. سيدنا عمر لملك الغساسة وتنال ما فعلته كفه. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة، يعني من عامة الناس من دهمائه، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قالوا: نزوات الجاهلية ورياح العنزوية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أفردتني. العنق المرتد بالسيف تحسس، عالم لبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تسعد. هذا عصر مبادئ. بعد هذا العصر جاء عصر أشخاص. سيدنا صلاح الدين شخص له أخ طلب منه طلبا غريبا، قال له: لو أظهرت كرديتك. أنت كردي؟ أيوة أنا كردي. قال له: والله لولا أنك أخي لقتلتك، أنا مسلم وكفر. انتماء، انتفاء، انتماء إلى الدين فقط. لولا أنك أخي لقتلتك، أنا مسلم ولا أضيف على إسلام شيئا. هذا الانتماء العام. فنحن في عصر مبادئ، ثم في عصر أشخاص. الأشخاص الكبار، القادة العظام، العلماء الكبار الربانيون، هذا عصر كبير. وصلنا إلى عصر الأشياء، تنتزع قيمتك من مركبتك. مرسيدس 120 ولا 600؟ 600. من بيتك، من مساحة بيتك، من متاعك. وقد أشير لهذا في آخر الزمان، خير قيمة المرء متاعه، مساحة بيتك، منطقة بيتك، حجمك المالي، حجمك الإداري، أهميتك. فنحن كنا في عصر المبادئ وأصبحنا في عصر الأشخاص، والآن نحن في عصر الأشياء. أخواننا الكرام، في نقطة دقيقة، هذه النقطة أول كلمة في أول آية في أول سورة تنزلت: اقرأ، يعني اطلب العلم. ما في إلك أنت آلة استيعابية حجم تلقي، لذلك اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ من أجل أن تؤمن. سميت هذه القراءة الأولى القراءة قراءة البحث والإيمان، البحث والإيمان. وفي قراءة ثانية قراءة الشكر والعرفان، منحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد ومنحك نعمة الإرشاد. إيجاد، إمداد، إرشاد. أول قراءة قراءة البحث والإيمان، اقرأ من أجل أن تؤمن. والقراءة الثانية اقرأ من أجل أن تشكر. والقراءة الثالثة قراءة الوحي والإذعان،
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والقراءة الرابعة قراءة العدوان والطغيان، القنبلة الذكية والعنقودية والحارقة والخارقة والإنشطارية والنووية والهيدروجونية، أي قراءة العدوان والطغيان. لذلك أيها الإخوة، لأنك من بني البشر ينبغي أن تطلب العلم، وإن لم تفعل هبطت عن مستوى بشريتك إلى مستوى لا يليق. ولكن نحن في عنا بالعلوم القانون، من تعريفات القانون البحث عن علاقة قطعية بين متغيرين تطابق الواقع عليها جديد. بالمصطلحات الإسلامية تسمى السنن، يعني القوانين، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما هي السنن في هداية الخلق؟ دخلنا بالفقرة الثانية. هذه السنن أولها الهدى البياني. يا الله، أنت مرتاح، ما عندك ولا مشكلة في بيتك مع أهلك مع أولادك بعملك، ما عندك ولا مشكلة، تستمع إلى محاضرة هدى بياني، تتابع ندوة إسلامية هدى بياني، تستمع إلى خطيب مسجد هدى بياني، تقرأ تفسير هدى بياني، الهدى البياني، أنت مرتاح ما عندك ولا مشكلة. لكن تفضل الله عليك، أسمعك لمسا، جمعك بداعية، استمعت إلى خطبة، قرأت تفسيرا، هذا الهدى البياني. أكمل موقف في الهدى البياني أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة المؤمن حي، وغير المؤمن أموات غير أحياء. إذن أو أرقى مرحلة، وأرجو الله أن تكونوا جميعاً في هذه المرحلة، الهدى البياني في كتاب، في سنة، في أقوال علماء، في دعوة من خلال مليون منبع، بالإنترنت في دعوة إلى الله، بكل جهاز في دعوة إلى الله، وأنت تلقى هذا تلقى هذه المعلومات وتطبقها. أي مرحلة؟ يعني الهدى البياني الموقف الكامل، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت حي، ما استجاب إلا الطبيب للمريض اللي معه التهاب معي بحاجة، إن خضعت لحمية تامة لستة أشهر تشفى شفاء تاما. وإذا أنت آثرت الطعام على الشفاء في عندك عمل جراحي. إذا دعاكم لما يحييكم. فلذلك المرحلة الثانية اسمها التأديب التربوي. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكل واحد بجرأة وبموضوعية يضع نفسه في مكانه. أنت بأول مرحلة استجيبوا لما ولنذيقنهم. قال سيدنا سليمان أوتي لغة الطير، سألته شوحة، قالت له ربنا عجول أم مهول؟ ما بعرف. قام سأل ربه، قال له إلا أنا مهول بجع. بلغه مؤنث، سرقت لحمات عم يشو، طارت فيهم على العش، علقاني بصة جمر بلقت لحم، احترع عشة. رجعت لعنده، قالت له ما سألناك أنت ربنا مهول؟ طلع عجول. قال له يا ربي شو قلت؟ قال له إلا بحساب أبي ملعنة.
والله مرة هي حقيقة الطرف لطيف بس لا معنى كبير. بس مرة كنت بجدة رأيت بناء ضخم جدا 14 طابق. المضيف قال لي هذا له قصة. قلت له شو قصة؟ قال لي هي جدة امتدت 90 كيلو الآن قطرة شمال جنوب 90 كيلو متر. فلما امتدت نحو الشمال كثيرا اقتربت من أرض يملكها بدوي. بدوي جاء مكتب عقاري خبيث اشتراها من صاحبها بربع ثمن. بس ما عنده خبرة بالأسعار إطلاقا، لا مبلغ فلكي وافق. المبلغ الفلكي هو ربع قيمتها. وأنشأوا بناء من 14 طابقا. أنا رأيته بعيني البحث. هؤلاء الشركاء السلاسل الذين احتالوا على هذا الأعرابي أعطوه ربع قيمة الأرض. أحدهم وقع من الطابق الرابع عشر نزل ميت، والثاني دهس. قام انتبه الثاني، بحث عن هذا الأعرابي 6 أشهر حتى عثر عليه أعطاه 3 أضعاف حصته. قام قال البدوي ترى أنت لحقت حالك. يا أخوان ما دام القلب بينبض بتلحق حالك، ما دام قلبك عم ينبض بتلحق، لحق حالك بتوبة. في دخل غير مشروع انتبه له، في علاقة لا ترضي الله انتبه له، في سهرة في اختلاط انتبه له، في كسب غير مشروع انتبه له، لحق حالك. صلح ابنك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني باب التوبة مفتوح، الله بيحب التواب. لكن أول توبة أول توبة إذا كان عادل الذنب مرة ثانية، الثاني أصعب والثالث أصعب وأصعب. فكل ما بكرت بالتوبة وكنت عند وعدك، في واحد ما حج أو اعتمر ماذا يقول عند الحجر الأسود؟ عهدا يا ربي على طاعتك واتباع أمرك والاقتداء بسنة نبيك. هكذا فالواحد يعني يخرج من الأشياء المملة للحياة. أكلنا، شربنا، نمنا، تبعنا الأخبار، اختلفنا، ناقشنا، نمنا ثاني يوم، فقنا. أنت مخلوق لأوعظ عز وجل، مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت. طيب سؤال، ما معنى أنت مخلوق للأبد؟ ما هذا الأبد؟ سؤال لواحد هنا 3 أصفار، ما الرقم؟ 1000. 3 ثانيات 1000000. 3 ثالثات 1000000000. 4 ثالثات 1000000000. 5 ثالثات 1000000000000. من هون للحائط الآخر كل ميل صفر. ما هذا الرقم؟ لا، من الأرض للشمس 156 مليون كيلومتر، وكل ميل في صفر. تصور 156 مليون كيلومتر وكل ميل في صفر. ما هذا الرقم؟ ضع هذا الرقم صورة بكسر وضع بالمخرج لا نهاية 8 مسطحة قيمته صفر. أكبر رقم 1 بالأرض وأصفار للشمس. ضعه صورة لكسر عشري والمخرج لا نهاية قيمة صفر. أنت مخلوق للا نهاية للأبد، فيها ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك النقطة الدقيقة الأولى أنك بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك، فأنت زمن، وهذا الزمن إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. الإنفاق بيدك، سرنا وأكلنا وشربنا وانبسطنا ونمنا ثاني يوم وفقنا واشتغلنا وسهرنا وأكلنا إلى أن تصل إلى الجيت. الجيت بالمطار شو هو؟ بوابة الخروج. هذا المشكلة. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. سمعان هالنص شاب بمصر أبوه غني كبير توفاه الله، وعلم من بعض العلماء أنه أصعب ليلة على الإطلاق أول ليلة. شو بدي يساوي؟ بحث عن شخص فقير جدا من شدة فقره يلبس كيس قمح، عنا اسمه كيس خيش بالشام، شو بسموه؟ كمان خيش بسموه؟ خيش، كيس قمح. فاتحه من فوق نبي قراته من الطرفين كتفين، رابطه بحبل، حطوه جنب ابوه، فتحوا فرجه ليتنفس. الان بقى تتم تركيبه. جاء الملكان طلعوا، قال له في اثنين بالارض، هي شغله جديده علينا. الثاني خاف، حرك رجله، قال له هذا طيب مو ميت، تعال نبدا فيه. جلس بدوا بالحبله. الحبله منين؟ قال له من البستان. كيف فت لك البستان؟ ما عرف يجاوب. موتوه من القتل. طلع من القبر قال الله يعين ابوك. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. تضحك على الناس، تغش الناس، تبتز اموال الناس وتنفض في إله. والله يا اخوان اذكر يعني في قصص كثيره جدا يقشعر منها البدن. إياك أن تعصيه. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا قال فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدي. لذلك ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته. دقت بالآية الدقيقة، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعوها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تحت عظيم أربع خطوط، يجب أن تؤمن بالله العظيم. وكيف تؤمن بالله العظيم؟ من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض. أخواننا الكرام، الشمس تكبر الأرض بمليون
و300,000 مرة، يعني يدخل في جوف الشمس 1,300,000 أرض، وبينهما 156 مليون كيلو. وحينما قال الله عز وجل والسماء ذات البروج، أحد أبراج السماء يعني أرض أثناء دورها حول الشمس تمر باثني عشر برجاً، أحد هذه الأبراج برج العقرب. كنا في متحف فلكي هنا في أمريكا، الأبراج كلها شاهدتها بعيني. هذا البرج على شكل عقرب، ضمنه في نجم أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب. هلأ هيئ نفسك، هذا النجم قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهم. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أطع أمرنا، نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا منحك، ولذ بحمانا واحتمل بجلالنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يقول، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي أي عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عذبنا يوم جمعنا، أما أنا أن تخلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا. فأحبابنا اختاروا محبة ما اقتبلنا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا. لا تقل، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جئت. فأيسر ما في الحب للصبر قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم جئت. أقسم لكم بالله لا أرى عقابا يصيب المؤمن أبلغ من أن يحجب عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما الذي يحجب؟ الذنب. إذا هدى البيان طريق إلى الله سالك وآمن ومريح، وكرامتك محققة، ما عندك ولا مشكلة. أرجو لكم جميعا أن نكون في هذا المستوى. ما استجاب في تأديب تربوي، مات في إكرام استدراجي لأخبار تفتح عليه الدنيا، دخل فلك، مكاني صح، سهرات مختلطة، علاقات لا ترضي الله، دخل في شبهات، هذا اسمه إكرام استدراجي. بالهدى البياني استجابة، بالتأديب التربوي توبة، بالإكرام الاستدراجي شكر. لا استجاب ولا تاب ولا شكر، بضرب صافورة اسمه قصر. حادث راح. أرجو لكم جميعا وأنا معكم أن نكون في أول مرحلة الهدى البياني والتأديب التربوي. إذا واحد يجده مصيبة واستفاد منها نعمة. أنا أقول كلمة دقيقة، يا بتجي ركض يا بيجي مضرب. أنا أرقى إلى والله، واحد
والله كلامه حافظ غيبا. يبدو أنه عنده مطبعة بعام 70 ربح أرباح طائلة. قال لي بالضبط، قال لي حطيت بجيبتي 500,000 وجيت لبلاد بعيدة هي أمريكا، قال لي حتى انبسط، ما أخذت معي زوجتي، فهمكم كيف. شعر بآلام بظهره، شاف طبيب، قال لي والله القلق الخبر مؤلم جدا، ورم خبيث بالنقاش، أضع رحمته وجع على البلد وعلى الشام. هلا من جامع لجامع صار، من جامع لجامع، والشيء الذي لا يصدق طلع التشخيص في امريكا غير صحيح. ايش جابوا ركض؟ يا بيجي ركض يا بيجي بطل تحت حالك وتحت حالك. إذا هدى بياني، تأديب تربوي، إكرام استدراجي، قصد. طيب، هي اسمها سنن الدفع. في شيء آخر اسمه سنن الردع. المصيبة، المصيبة أنواع منوعة. مصائب الأنبياء مصائب كشف فقط. عندك كمالات كبيرة جداً، النبي عنده كمالات لا تبدو إلا بالمصيبة. كيف؟ ذهب للطائف، مشي على قدمين، وصل للطائف، كذبوه ولم يقبلوا دعوته، بل سخروا منه، بل أغروا صبيانهم أن يضربوه. جاءه ملك الجبال، قال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطلقت عليهم الأخشبين. قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدهم. إذا مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني في كمالات لا تظهر إلا بالمصيبة. أما المؤمنون مصائب دفع، في تقصير، شبح مصيبة، بدا يصلي قيام الليل، يقرأ قرآن كل يوم، ويبالغ بغض بصره، هي مصيبة دفع، أنبياء كشف. وإذا كان الله أكرمه أنه أقنع صديقه بالدائرة يصلي، لا تكتفي بواحد، أقنع واحد ثاني، رفع، دفع ورفع. مصائب المؤمنين دفع ورفع، مصائب الأنبياء كشف، مصائب الكفار ردع وقصد. أمريكا قصة قديمة، أخ كريم دعاني لأزور معمل سيارات هذا جنرال موتورز، كان وقتها معمل كبير، بيقول لي المرافق هي السيارة فيها 300,000 أضعاف، 300,000، أنا كراكب شايف الغلاف المعدني قال لي سوري والمقاعد والمحرك والعجلات والبنزين والسائق نزلوا عندي من 300,000 ل 6,000. طيب هذا البيت فيه مليون موضوع، مليون كتاب، ممكن ناخذ كليات الدين، الكليات ممكن، اهم كليه كليه العقيده، ان صحت صح العمل وإن فسدت فسد العمل. أنت بتقدر تحط لبس بندال فقط وأمي؟ ممكن. شو معنى دال؟ يعني معه ابتدائي، معه متوسط، معه ثانوي، وإن كان أدبي اختصاصه معه ليسانس، وإن كان علمي بكالوريوس، بعدين في دبلوم عامي، دبلوم خاصة، ماجستير، دكتوراه، بحط دال دبلوم. هي دال تعني كذا الشهادات. كلمة مؤمن ماذا تعني؟ الإيمان مرتبة، مرتبة علمية. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. والإيمان مرتبة أخلاقية.
والإيمان مرتبة جمالية. إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني في عندك مشكلة. شيء ثاني والله بس صعب أصدقه، إنسان هو رسول الله وضع لمن يأتي به حقا حيا أو ميتا، كم ناقة؟ 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، تبعه سراقة، قال له هذه الكلمة نعرفها جميعا، السؤال عند الأول كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ واحد ملاحق 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يقول لسراقة يعني أنا سأصل إلى المدينة ساهما وسأنشئ دولة وسأسس جيش وسأحارب أكبر دولة بالعالم وسوف تأتيني كنوز كسرى ولك منها يا سراقة سوار كسرى. سيدنا عمر جاءته كنوز كسرى، أحد الصحابة مسك الرمح ورفعه بأقصى ما يستطيع، صحابي آخر من الطرف الآخر رفع، ما ترى الرمحان؟ بيقولوا إنه قال له سيدنا علي، فقال سيدنا عمر إن الذي أدى هذا لأمين، إجابه لأمين، قال له كلمة دقيقة، لقد عففت فعف ولو رتعت لرتعت، أنا بترجمة اللغة العامية ولو هففت لهففت. مفهومت يعني عففت فعف ولو رتعت لرتعت. فيا أيها الإخوة النبي متفائل، فبطريق الهجرة كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى، والذي قاله النبي الغنائم وصلت، وقال سيدنا عمر أين سراقة؟ جاء سراقة لبسه سوار كسرى وقال بخن بخن أعيرابي، تصغير عربي من بني تميم، يلبس سوار كسرى. وعد الله ثابت، اوعى بتقول انتهينا، هذه الأمة لا تموت، أيام بتنام لأن نائمة. لذلك أقول إذا رمزنا للحق بالشمس الساطعة وللباطل بالظلام الدامس، مع الأسف الشديد الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس. نحن في ضوء الشمس لكن نائمون. إن شاء الله تأتي الصحوات تلو الصحابات، إن شاء الله نعيد لهذه الأمة تاريخها المجد، وليس على الله يعين. أخواننا الكرام، سنن الردع المصيبة، للأنبياء كشف، للمؤمنين دفع ورفع، لغير المؤمنين ردع وقصر. الآن كليات الدين العقيدة لا بد من أن تعتقد عقيدة صحيحة، والذي لا يصدق أنك لو اعتقدت عقيدة صحيحة تقليداً لا تقبل. الدليل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقط، فلا بد من طلب العلم ولا بد من التحقق من عقيدتك. أي واحد. كلية ثانية الاستقامة، ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا. شوف دين بلا استقامة فولكلور، والله قرئ القرآن في باريس على أنه فولكلور شرقي، فولكلور أو تراث، تراث أو خلفية إسلامية، أرضية إسلامية، اهتمامات إسلامية، شعور إسلامي أو أقواس إسلامية.
أو بطاقة معايدة إسلامية. الإسلام شيء آخر. الإسلام منهج يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الزوجية. إسلام جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت. أنت كم مدينة شايف؟ قلت لي خمس من مدن. كم بلد زرته؟ سبع مدن مثلا. ما لا عين رأت، بس كم مدينة سمعان اسمها بالأخبار؟ بالآلاف. كوالالمبور نسمع اسمها بالأخبار، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الخواطر كم خاطر؟ أنا حاذكر بالي إنسان طوله مليون كيلو خاطر بالي. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هي نزهد بها من أجل سنوات معدودة كل متاعب. فيا أيها الإخوة، بدأ قرار إيماني قوي. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أقول كلمة، لو واحد قاعد من ألاسكا كله تلج، قال يا ترى في إله يكون؟ الله ماذا قال؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لأنه حينما تأتي على مع لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم ذاته العلية بهداية خلقه. قال إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. فأنت اطمئن، إن سألت الله الهداية حقا لا بد من أن تلتقي مع من تريد من الداعين إلى الله عز وجل. هذا أخطر قرار تتخذه، أن تبحث عن الحقيقة. شيء ثاني إخواننا الكرام، يعني من محاور هذا الدين العقيدة والاستقامة. استقامة سلبية، لك أنا ما أكلت مال حرام، ما أنا ما غشيت، ما أنا ما كذبت، ما لكن بدك عمل صالح إيجابي، أنفقت وقتي من مالي من علمي من خبرتي. فبدأ إيجابيات، سلبيات استقامة، إيجابيات عمل صالح. والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح معنى العمل صالح يصلح للعرض على الله. والعمل لا يقبل إلا بشرطين، إذا كان خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق سيرته. الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق سيرته. أيها الإخوة الكرام، فكليات الدين عقيدة صحيحة، استقامة، عمل صالح، ثم أن تتصل بالله. دقق، وأقم الصلاة بذكر، فالصلاة ذكر. شيء ثاني، فاذكروني أذكركم، إذ ذكرتموني ذكرتكم. فإنك إن صليت أديت واجب العبودية لله وذكرته في صلاتك. لكنه إذا ذكرك، هنا الشاهد، إذا ذكرك منحك نعمة لا تقدر بثمن، منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو بلغت كل شيء. منحك نعمة الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
لذلك إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، في عندك مشكلة. هذا الإيمان، إقواع الإيمان. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويلهمنا الخير. إن شاء الله أخونا الشيخ أنس حسين مترجمي السمري، ثم نعود للشيخ إن شاء الله نكمل الفقرة الأخيرة في المحاضرة. السلام عليكم. I was told I have only 5 minutes to translate, so it's almost impossible to do that. The Sheikh started by saying that this universe is made out of plants, animals, and people. And the big difference between people and everything else is the fact that we think, we have the ability to think. So as long, until we seek knowledge and we look for the truth, we're not really fulfilling our humanity. And we will decline to the status of animals. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in several ayat, it describes some people as dead people not being alive, or that their hearts are dead, or that they are like animals or below animals. It is really important to seek the truth, even if it is bitter, and that is better than comforting illusion. Some people under their judgment will come and they will have lots of rituals, but they have transgressed against people because they have overlooked a different type of ibadah, a different type of worship, which is the worship in interacting with people. Interaction with people is a second foundation of worship that a lot of people overlook. They only focus on the ritual type of worship. And then he talked about the Islamic history and the fact that we can look at it in three different phases. The first phase was a phase of principles. And he narrated a long story. The moral of the story is the fact that Umar equated between a king and a gentleman. And this does not happen anymore. The second phase was a phase of people. So some people in our history, we have bright people like scholars and kings who have excelled. But it was only on an individual basis. It was not on a communal basis. And finally, we have today, which is a phase of, or the age of things. So now we value people, we evaluate people based on what they own, on what they own. So the value of people today, unfortunately, is based on their belongings and their status. And then the Sheikh moved on to talk about the importance of seeking knowledge. He said there are four types of reading, or four types of seeking knowledge. One of them is seeking knowledge to increase your faith. And the second one is to be grateful. And the third one is to submit. And the last one is actually a bad one, which is the reading of submission, the knowledge that we lead into evil. But the conclusion is, because we are humans, we have to seek knowledge. And then he talked about some universal principles. And then he mentioned that there are three levels of how we interact with Allah subhanahu wa ta'ala. The first one is, and that's a preferable level, and that is to be guided by various outlets, various things, such as listening to a good speech, listening to a sermon, reading the Quran, the Sunnah, the statements of the scholars. So this is a preferable method. And then the second method is admonition and discipline. So the one who is not responding to the first type, then the second type kicks in. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions there are many reminders in this life that fall under this category. Many examples he mentioned about how some people were admonished by certain events in their lives. Also the fact that we look at the universe and we see how vast the universe is should humble us as well. And then he said we should not be wasting our time just consuming. He said there's two types of spending, time spending. One is consumerism, like many people, they spend all their lives consuming food and consuming various things. And the other type is investment, you invest in time. Until we reach the gate where you exit the
life. And he said the first night after death is the toughest night. And we all going to be asked, he mentioned the ayah in the Quran, we're all going to be asked about our actions in this life. The last stage, after the first you are guided, the second one is you're admonished, the third is what's called luring. So some people are fooling themselves, they think they are getting away with the sin, and that they are fooling Allah subhanahu wa ta'ala, but in reality it is Allah subhanahu wa ta'ala, and they are surprised by what happens in their life. Then he talks about different types of reminders from Allah subhanahu wa ta'ala. As far as the prophets, it is the revealing type. If a calamity or a tribulation happened to a prophet, it is to reveal his status. If it happens to the believer, then it is a dafa, to repel him away from sin. Or rafa, which is to elevate his status. If it happens to non-believers, it is rada, which is deterrence. And it is also to destroy them. And then he talked about the foundations, al-kulliyat, the foundations of religion. So the first important foundation is the foundation of creed, aqidah. And he says this is the most important foundation. And Allah subhanahu wa ta'ala does not accept that we blind follow people. When it comes to creed, we have to understand, we have to study. And he mentioned the verse in the Quran that we have to learn the meaning of la ilaha illallah. So it is incumbent and necessary that we seek knowledge in this regard. Also, he interrupted and said, I'm really optimistic. We cannot be, pessimistic in this time. And we should never say, like we hear some Muslims say, we should never say that we are finished, we are done. We have a lot to offer. And he said, the one who's acting in darkness, the forces of darkness, they are acting, they're gonna defeat the people who are right, but they are sleeping in the daylight. So just because you are in the daylight, you think you're guided, you're not gonna be victorious until you work. The second foundation is that we have to be upright. It's not enough to have creed and faith. We have to be upright, istiqamah. You're not going to be able to reap the fruits of this religion until you are upright. Unfortunately, many people have turned Islam into a sort of culture. Islam is a comprehensive religion. It's a comprehensive method. And the third foundation is al-amal al-salih. So if you look at istiqamah, it's the negative adherence. You stay away from bad things. The third foundation is the good deeds, the good actions. And those are not good until you satisfy two conditions. One, you have to be sincere. And second, it has to be correct according to the sunnah of the Prophet, peace be upon him. And the fourth foundation is dhikr, to remember God on Allah subhanahu wa ta'ala on a regular basis. So even when you pray, you are remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Now the big outcome of this, when you remember Allah correctly, then Allah will remember you. And that's really the big deal. Because when Allah remembers you, then you will gain peace and tranquility in your life. حلاوة الإيمان سعادة طمأنينة أمن حكمة نظر ساقط أي حلاوة الإيمان الشيء الثاني وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وهذا عند الفقهاء الولاء والبراء والولاء والبراء عند بعض العلماء الفريضة السادسة أن تحب المؤمنين ولو كانوا ضعافاً وفقراء وأن تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى منه ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان سعادة استقرار طمأنينة نظر ساقط قرار حكيم سكينة
تسعد بها ولو فقدت كل شيء. توفيق، تألق، تفوق، أي حلوة ذاقها الصحابة. فوصلت فتوحاتهم إلى مشارق الأرض، إلى الصين شرقاً وإلى بواتيه غرباً. فلما فقدوا حلاوة الإيمان تخلفوا. حفظ الله لكم إيمانكم جميعاً وأهلكم ومن يلوذ بكم. كيف تعلم نوع الابتلاء الذي يصيب المسلم؟ دفع أم رفع؟ وكيف تعلم نوع النعيم الذي يأتي للمسلم؟ نعم النعم. إخواننا الكرام، من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له، بمعنى أن الله حينما يرضى عنك يلقي في روحك أنه يحبك. مستحيل أن تتقرب إلى الله أن تخطب وده ولا يخطب ودك. يخطب ودك حينما يلقي في روحك أنه يحبك. ما في مؤمن خطب ود الله إلا وخطب الله وده، إما بسعادة، بسكينة، برؤية، بتألق. إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني، في عندك مشكلة بالإيمان. السلام عليكم حضرة الشيخ. سأسأل السؤال إن شاء الله باللغة الإنجليزية لكي يفهموا بعض الناس. I have one question. In our community here, not only in Arizona but all over America, especially lately, with some new executive signings that happened lately, Muslims, especially Muslims, are really going through a hard time. Not only here in America, but outside as well. And those who would like to come in, they're having a lot of problems. So it seems that there's going to be some tough days ahead. What is your nasiha for the Muslims? What is your advice for the Muslims living here in the United States? Wallahi, la yumkin أن نشم رائحة الجنة من دون ابتلاء. إنا كنا مبتلين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرف لم يفرح برخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. علة وجود الابتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إنا كنا مبتلين. ما من شم ريحة الجنة من دون ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. للأخير بيقول: لأن أرتزق بالرقص، الإمام الشافعي، أفضل من أن أرتزق بالدين. لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدين. لذلك الدين العلاقة فيه مع الله عز وجل. الله كاشف كل شيء. فالبطولة أن تكون في الموضع الذي يراك الله فيه. لذلك ليس الولي الذي يمشي على الماء، ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي أن يجده الله عند الحلال والحرام، أن يراك حيث أمرك
وأن يفتقدك حيث نهار. لا في طيران ولا في صفحات ولا في شيء. في منهج افعل ولا تفعل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من لا شطح ولا مشي على وجه الماء. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا دين. كيف يمكن للمرء ان يخشع في صلاته؟ وهل التهاون فيها بسبب الكسل يدخل في سياق الايه؟ واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. اد الذي عليك واطلب من الله الذي لك. ان لربكم في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها. انا مطلوب مني اتوضا وضوء كامل، اقرا الفاتحه بهدوء، فكر بمعانيها، اركع واسجد. هذا الذي علي، ادي الذي علي واطلب من الله الذي لك. والنفحات، هذه النفحات لا املكها، لا انا ولا انت، يملكها الله. لكن الله بنعيه لاخر تذوق هذه النفحات، اي من الله عز وجل. فانت ادي الذي علي واطلب من الله الذي لك. هل الايمان بالله ورسوله وعدم العمل بالاوامر وعدم العمل باوامر الله من صلاه وزكاه وحج هل يخلد هذا في النار؟ والله يعني اذا واحد يكاد يموت من العطش والماء امامه وما شرب حيموت من العطش. فأزمة اهل النار في النار، أزمة اهل النار في النار. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الجحيم. أزمة علم فقط، لأنه كل واحد حريص على سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. وكل إنسان له عقل غذاؤه العلم، وله قلب غذاؤه الحب، وله جسم غذاؤه الطعام والشراب. فإن غذيت عقلك بالعلم وقلبك بالحب الذي يسمو بك وغذيت جسمك بالطعام والشراب تفوقت. إن اكتفيت بواحدتين تطرق. والفرق كبير بين التطرق والتفرق. إذا كانت الجنة والنار عرضها السماوات والأرض كما ذكرت في القرآن فأين النار؟ فما طولها؟ هي عرضها. فما طولها؟ هي إخواننا الكرام هذه غيبيات. هناك عالم الشهادة نحن فيه وعالم الغيب. عالم الغيب ما نملك إلا بضع نصوص قرآنية ونبوية، لا نستطيع أن نزيد عليها شيئا. عالم الغيب أية زيادة مرفوضة. يا ترى سيدنا يوسف تزوج زليخة؟ ما بعرف، ولازم ما أعرف لأنه أنا أسكت حيث سكت القرآن. قال له واحد كيف أتى القابيل هذه؟ أنا سألني لي سؤال، قلت له مسدس التلي. أخي تعالى على فتاة التي أسلمت منذ سنتان ويفكر بالزواج بها وهي الآن محجبة لكنه متردد جدا خوفا من ارتدادها عن الإسلام، لماذا تنصحه؟ والله إذا كان والله أشكر إنه أخ عنا واحدة غير مسلمة، يبدو أنه هو شكله شاطح عنده بقالية، فكر يتزوجها فأهله أقاموا عليها عليه النذير، لو تزوجتها لاستبدل محروق الإرث. بلغ قالت له والله إن تزوجتني سأسلم وأتحجب وأحفظ القرآن. أهل ما لغى الموضوع. بعد سنتين تزوج وحده ثانيه مثل ما بده الاهل. عم يحكي القصه لها، قالت له والله ان لم تاتي بها الى البيت زوجة لا ابقى لها. اقسم بالله بعرفه شخص. شو هالانسان يعني؟ قالت لك باسلم وبتوب وبحفظ القران ما بتقبل؟ والله
جاءت بها إلى غرفة نومي ونامت على الديوار. فيك المؤمنة تملأ العين رفعة وسمومة. امرأة زوجها هجرها من 20 سنة ثم توفي، فهل عليها عدة أم لا؟ العدة سيدي انحداد على الزوج، هجر أو لم يهجره، هذا أقدس عقد في الحياة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ هذا أقدس عقد لا ينتهي ببساطة، ينتهي بقواعد علمية. منيح الزوج بل منيح المحتاج. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام. أسلمت امرأة ويعني دعت زوجها إلى الإسلام فرفض. نعم. فماذا تفعل؟ هل تنتظر قليلا عندها أولاد؟ يعني هل تنتظر وتدعوه أم تنتظر منه؟ هي أسلمت. أسلمت ودعت زوجها. ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. يا ترى إذا بيت عن زوجها ورعت أولادها رعاية كاملة أفضل مما أن تتركهم من دون أم؟ بدك تشوف الشرين وتفرق بينهما وتختار أهونهما. هذا الحكم، ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أولهما. آخر سؤال، ماذا تقول لإخوة وأختهم لأخواتي يعني كلهم لا يتحدث مع الآخر ولا يزوره من سنوات، لا يجتمعون في بيت والديهم مع أن أهلهم يطلبون منهم المصالحة؟ والله يا أخي، يا أخي الكريم، ما حدا عرفان شو معنى قضيعة رحم. هذه الرحم من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وأفضل واحد الذي يبادر، اتصل بالهاتف، دق الباب، رفض أتيت الذي عليك، وعندئذ اطلب من الله الذي لك. نصيحة للدعاة الشباب في أمريكا. الدعاة الشباب والله ليس هناك من عمل على سطح الأرض من آدم إلى يوم القيامة يفوق الدعوة إلى الله. والدليل، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. أعظم عمل على الإطلاق، لكن هذا العمل يتذبذب بين أن يكون أعظم عمل يقترب من صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل لا يستأهل إلا التزامة زاخرة، حينما تموت من أجل الدعوة أو حينما تلتصق بها. لذلك أعلم شخص ألف تفسير كبير، جاءوا له بشيخ ليلقنه الشهادة، قال له يموت كافرا، قال له أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فتلتزق بها. الفرق كبير. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهلك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحقن دماءه في الشام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
جزاك الله خير.